مع الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. دكتور محمد ازيك؟ مساء الخير يا استاذ امير، ازيك؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كله تمام. يعني ازمه جديده ومؤسفه للغايه، والكل في الحقيقه يعني حزين على هروب اللاعب احمد فؤاد بغدوده. كيف تابعت وزاره الشباب والرياضه هذا الملف وايه الخطوات اللي اتخذت؟ لا حقيقة يعني خطوات فورية بقرارات من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة من القطاع الرياضة عندنا في الوزارة والشؤون القانونية والرقابة والمتابعة. والحقيقة جرى بالفعل من امبارح للنهاردة تحقيقات كتيرة جدا بخصوص تواجد اللاعب وهروبه وجواز السفر، وان كان والد اللاعب طلع برضو قال ان هو كان مصاب. كل هذه الامور سواء فنية او ادارية بيتم التحقق من سلامة الاجراءات وكل تمام. ده تمام، وهيتم اتخاذ كافة الاجراءات. لكن الحقيقة في امور اخرى مهمة جدا برضو لازم نتكلم فيها. يا ريت متعلقة بدور، سواء هنا بنتكلم في الدولة المصرية وزارة الشباب والرياضة كمنظم للحياة الرياضية بشكل عام. لازم الصورة توضح للناس شوية يا استاذ امير. بالظبط. احنا بنتكلم في اخر ثلاث سنوات فقط في المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي، اللي بالمناسبة احمد منتمي ليه من شهرين فقط. ايوه. احمد كان بيلعب في مركز شباب بيلا. صح. وتم يعني احنا عندنا 120 مركز تابعين للمركز للمشروع القومي الموهبه والبطل الاولمبي، وتم انتقاء احمد من ضمن الناس الواعدين اللي الوزاره تشتغل عليهم واللجان الفنيه والعلميه تشتغل عليهم بالتنسيق مع الاتحاد المصري عشان خاطر يكون بطل واعد في يوم من الايام، سواء يشارك في دوره العاب اولمبيه او بطولات عالم او دوليه او كذا. هذا الامر يعني انتقال احمد من مركز شباب للمشروع القومي البطل الاولمبي، احنا بنتكلم في غضون شهرين. يعني احمد بالنسبه لنا هو في مرحله الواعدين اللي احنا هنشتغل عليهم الفتره اللي جايه، اللي بيتم تاهيلهم للعمل عليهم على مستوى التطوير. هنشتغل بقى عليهم يعني بالزبط. هنبدا كده نشتغل وبيدخل في المشروع عندنا 1000 بدايه خطه التطوير يعني. تمام بالظبط. احنا عندنا 1650 لاعب منتمين في 12 لعبه موجودين في المشروع القومي الموهبه والبطل الاولمبي اللي كنا بنسميها زمان الالعاب الشهيده. تمام. والحمد لله بانجازات كبيره دلوقتي وشغل ومجهود كبير بذلته كل الاطراف من الدوله ومن الوزاره ومن الناس المعنيين، ما اصبحتش العاب شهيده. اصبح عندنا دلوقتي، كنا زمان يا استاذ امين من اكتر من 10 سنين ولا حاجه كان ممكن مثلا اجمالي البعثات اللي تطلع من مصر كل سنه عشان تشارك في بطولات عالم او دورات او غيره لا تتجاوز مثلا 20 او 30 او 50 بعثه. احنا في 2022 وزاره الشباب والرياضه مطلعه قرارات بموافقه من وزير الشباب والرياضه وبدعم كامل لابطالنا ل 930 بعثه رياضيه في كل الاتحادات في كل اللعبات. عدد كبير. شاركوا في 22 فقط في كل الدول الموجوده في العالم. تمام. بنتكلم بخلاف البطولات اللي بنستضيفها في مصر. بنتكلم في دعم حزمه بقى، يعني احنا عندنا الموضوع ده لازم الناس تبقى عارفاه ماشي ازاي. هو احنا ازاي بندعم اللعيبه دي وبيتدربوا ازاي ومعسكراتهم ازاي؟ في لجنه علميه استشاريه موجوده في وزاره الشباب والرياضه وصادر لها قرار بالفعل من اساتذه من كليات التربيه الرياضيه واساتذه من الكليات المعنيه بالتدريبات الخاصه واللياقه البدنيه الخاصه باللاعبين. حطت مجموعه من الامور الخاصه اللي بنسميها حزم الدعم والرعايه الكامله للاعبين. فبتنقسم هذه الامور ان انا عندي المركز الاولمبي في المعادي التابع للوزاره بيمثل الرعايه والاعاشه الكامله للاعيب طول فتره معسكرتهم واقامتهم في مصر. وده بخلاف، خلي بالك مثلا اضرب لك رقم تقريبي كده، معظم اللاعيبه الموجودين في الاتحادات المصريه بخلاف طبعا كره القدم بنتكلم عن 7 أو 8 شهور هذا اللاعب متواجد في معسكراتنا، سواء معسكر في المركز الاولمبي تابع للمشروع القومي او معسكر تابع للمنتخب او الاتحاد التابع ليه. تمام. اقامه كامله تبع الوزاره او تبع الاتحاد. بخلاف بعض المرتبات اللي بيتم سدادها. بالمناسبه من فتره يعني اقل من سنه ما كانش في حاجه اسمها مرتبات في اي اتحادات اصلا، يعني ده لسه خالص. الموضوع ما بكملش سنه، حته المرتبات دي 7 تحديدا، والدكتور اشرف صبحي اصدر قرار ان كل اللاعبين الموجودين اللي بيلعبوا وبيمثلوا منتخبات مصر كلهم مرتبات. طب دي حاجه كان الامر مقتصر ببساطه على ايه؟ ان اللاعب بنوفر له الدعم والمعسكر، الدعم الفني والمعسكرات والتدريبات والملابس بتاعته والاعاشه بتاعته وتذاكر الطيران وكل ما يتعلق بمشاركاته. ولما بيفوز لكن أو مرتبات أو كذا مرتبات ثابته مش بدلات، مرتبات ثابت ده بخلاف البدلات بخلاف مكافآت الفوز في البطولات. تمام. كل ده بخلاف ان انا لو خدت ميداليه في لائحه بقى بالفعل موجوده وكانت دي ماشيه من زمان وغيرناها بالمناسبه. يعني غيرنا النسب بتاعتها وعليناها. حلو. وبتتفاوت ما بين البطوله ما بين بطوله افريقيه او بطوله عالم او دوره العاب اولمبيه او كذا.
فيما يتعلق بابن احمد اللي احنا يعني بنطمن عليه مبدئيا، والله احنا بنحاول وزير الشباب والرياضه لما اتصل بالجانب التونسي سواء بالسفير المصري او بالسلطات التونسيه، هو بالاساس مش بندور على حاجه غير ان احنا عايزين نطمن على الولد فين اصلا كمبدا. عرفنا الحمد لله ان هو يعني كان يعني بشكل مبدئي لسه برضه محتاجين بعض المعلومات، لكن عرفنا ان هو سافر على فرنسا لان هو كان معاه تاشيره بالفعل تاشيره شنجن بسبب مشاركته مع المنتخب اخر مره في اسبانيا، والتاشيره دي لغايه شهر 7 اللي جاي، فبالتالي التوقيت ده بالنسبه له كان مهم قوي ان هو يروح على هناك عشان خلاص مفيش حاجه ثانيه. في نقطه ثانيه مهمه شويه ويعني احمد وغيره ما عندنا زي ما بقول لحضرتك في المشروع 1650 لاعب، لكن احنا هنا بنتكلم في 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 دوره اللي كانوا بيشاركوا فيها في تونس البطوله الافريقيه، البعثه 61 لاعب في المراحل السنيه المختلفه من ناشئين لشباب لكبار 68 ميداليه. تمام. وهنا خلينا استغل ان انا معاك يا استاذ امير وحابب اشكرك على الرساله بتاعتك اللي قدمتها من امبارح والنهارده. ربنا يخليك. لكن هوصلك رساله جات لي وصلوها لي قطاع الرياضه عندنا من خلال اللعيبه نفسهم، مش كلام انا، كلام اللاعبين. تمام. حقيقه يعني وحاجه بعتب فيها مش على الاستاذ امير لكن بعتب على الاعلام كله. الرساله اللي جات لنا من اللاعبين يا استاذ امير هو احنا المفروض نهرب عشان الاعلام يتكلم عننا؟ انا في لعيب انا بجيب ذهب وباخد نفس المميزات اللي بياخدها احمد لكن جبت باسم مصر ذهب واثنين وميداليه واثنين وثلاثه وهتاهل لدوره الالعاب، بس انا ما حدش يتكلم عني في البرامج على مدار يومين. لهم كل الحق بصراحه. تخيل حضرتك الرساله دي جت لنا النهارده. انا واحد من الناس اهو، انا بقول لك اهو ليهم كل الحق، وده اكيد تقصير من الاعلام بما تضمنهم احنا يعني برضه، ده يعني دي حاجه مهمه جدا طبعا. الاعلام بيأدي دورنا وشريكنا وكل حاجه، لكن بننور حته بس خلي بالكم الابطال دول بيكلمونا في الوزاره وبيقولوا خلي بالكم احنا بنجيب ميداليات وبنتعب وبنشتغل وبنرفع علم مصر لكن في النهايه احنا كوزاره الوزير عارف حضرتك احنا بننظم في حفل التكريم بعثتين دلوقتي بعثه مصر اللي شاركت في البطوله الافريقيه بتاعت تونس للمصارعه وبعثه رفع الاثقال، والوزير عامل لهم حفله كبيره جدا في المركز الاولمبي يمكن لسه ما اعلناش على ده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بمجرد وصول البعثه كمان هيتم تكريمهم كلهم. طب كويس، دي حاجه كويسه يعني بنحاول دايما والوزير دايما يطلع في الاعلام يتكلم ويجيب اسامي اللعيبه ويبقى حريص جدا خلي بالك انه يتكلم عن اسماء اللاعبين ويبقى حريص كده ان هو نفسه اسماء اللاعبين دي تبقى موجوده زي اسماء لعيبه كره القدم الناس تبدا تعرفهم لان الناس دي بتحقق انجازات كبيره جدا. لك ان تتخيل ان احنا لعبه رفع الاثقال اللي توقفت لمده سنوات كبيره جدا عندنا مجموعه من الشباب الصغيرين اللي صاعدين من المشروع القومي الموهبه للبطل الاولمبي بداوا يجيبوا ميداليات عالم وبدا عندنا يبقى ارقام في رفع الاثقال والمصارعه والجودو وحاجات كتيره جدا منافسه للارقام اللي بتيجي في دورات الالعاب الاولمبيه. فبدانا نحسب من دلوقتي احنا نقدر نجيب في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 24 كذا. ده اللي شجع الوزاره وان الوزير ياخد قرار ان احنا في الدفعات الخاصه بالدعم احنا رصدين بالمناسبه مليار و100 مليون جنيه للصرف على الاستعدادات الخاصه بباريس 24. تمام. صرفنا منها اربع دفعات وهنصرف ان شاء الله الاسبوع اللي جاي الدفعه الخامسه. فده يعني الولاد نفسهم هم يستحقوا ده ويستحقوا اكتر من كده بالمناسبه لانهم عملوا انجازات كبيره جدا. فانا الحقيقه من خلال المنبر بتاعك انا عايز الاعلام يتكلموا على اللي جاب كمان يعني طبعا. نبقى حريص على ده لازم احمد ونوصل لفين ونطمن عليه طبعا. لكن نقول كمان ان في 60 لاعب كانوا مشاركين مع احمد جابوا منهم 47 ميداليه ذهب، احمد كان جايب يعني الميداليه الفضه لكن في 47 ميداليه ذهب جت. احنا تقريبا رحنا البعثه بتاعتنا المنتخب مصر جاب كل ميدالياته جه ما شاء الله 68 ميداليه في بطوله واحده منهم 47 ميداليه ذهب. لا ده انجاز كويس طبعا. و18 فضه والباقي برونز. لا دي حاجه مهمه ايجابيه ولازم يكون عليها يعني تركيز كبير جدا خلال الايام المقبله، لكن بما ان لاعب عندنا مصري مننا وابننا هرب فالكلام اكيد برضو الناس مستغربه من القصه اللي حصلت وان دي مش اول مره تحصل يا دكتور محمد. طيب ايه اسباب اصلا ان اللاعب يهرب وبخلاف ان اكيد حضرتك ممكن تكون عرفت التصريحات اللي قالها والده بالامس اللي بتتعلق بان هو اتاخد منه 14000 جنيه ضرايب من اصل 17000 جنيه مستحقات ليه، فحقيقه التصريحات دي ايه وتعليقكم كوزاره على مثل هذه التصريحات؟ احنا عملنا تحقيقات مبدئيه يعني لسه التحقيقات ماشيه بس في تحقيقات مبدئيه وجات لنا المعلومات والردود الكامله من الاتحاد المصري للمصارعه وبعض الامور ومنهم ما اثير بشان ال 14000 وهنا يعني اهيب الناس كلها يعني نتحرى بعض الدقه في السوشيال ميديا تحديدا في ان بعض المعلومات خلي بالك
السوشيال ميديا والاعلام البديل اصبح من اهم الاسباب اللي بتثير بعض الامور الخاصه لدى نفوس اللاعبين. ما هو اللاعب ده في النهايه مواطن فرد طبعا. طبيعي بيقرا وبيشوف المعلومات دي كلها طبعا. في بعض المعلومات الحقيقه ما كانتش صح خالص. قصه بسيطه جدا، ان من 1/7 اللي فات وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اصدر قرار ان كل اللاعبين يبقى لها مرتبات. مرتبات وفقا لايه؟ وفقا للتصنيف بتاعه. ده تصنيف اول، ان ما ينفعش كل اللاعبين يبقى مستوى واحد. تمام. في لاعبين على مستوى عالمي كبير جدا بياخدوا ميداليات وواعدين وارقامهم حاليا، خلي بال حضرتك هقطع لك نقطه مهمه. انت ممكن تبقى لعيب في منتخب مصر في لعبه ما وتجيب ميداليه ذهب في افريقيا مثلا. تمام. لكن هنا مش المشكله في الميداليه الذهب او الفضه بقدر ما هو الرقم بتاعك كام. رقم الميداليه الذهب دي توصلك لباريس وتعمل بيها حاجه في دوله العاب الاولمبيه ولا لا. تمام. فهنا كمان في حسابات ثانيه. هل اللاعب الرقم اللي جابه ده، وبالتالي في مرتبات عشان نختصر شويه، في مرتبات التصنيف الاول وده بيبقى 8000 جنيه من الاتحاد ونص الرقم ده تقريبا بعد ما يتخصم منه الضرايب بسيطه، مفيش ضرايب طبعا بتوصل 90% والكلام ده. يعني ضرايب بسيطه لا تتجاوز 10% للاعب التصنيف الثاني. احمد كان من اللاعبين التصنيف الثاني لانه ما حصلش على اي ميداليه ذهب نهائي. بالظبط، ده اللي احنا سائلينه. في كل المنافسات اللي دخلها لحد دلوقتي. تمام. لكن كنا بنطمح ان شاء الله ان يبقى يعني مع الاستعدادات والتدريبات يوصل للمرحله دي، وان شاء الله يعني يكون في حاجه زي كده. الوزاره كمان احمد منضم لحاجه ثانيه اسمها المشروع القومي الموهبه البطل الاولمبي. اللي هو اصبح دلوقتي المدرسه اللي بتخرج اجيال لكل الاتحادات المصريه. الوزاره كمان بتدي مرتب لكل المنتمين للمشروع القومي. عندنا 1650 لاعب منتمين للمشروع ومنضمين لكل الاتحادات المنتخبات. انا انا يهمني يا دكتور محمد ان انا اعرف ازاي نقدر نتصدى لمثل هذه حالات الهروب مستقبليا، لان في الاول وفي الاخر احنا اولى بالرجاله دي وهم لازم يستفادوا جدا من تواجدهم هنا ومن تمثيلهم لبلدهم مصر. اي حد مش محتاج ان هو يستفاد من هذا التمثيل بخلاف اسم مصر لوحده، لكن في طبعا. كل الاحوال طبعا. كل واحد بيفكر في برضه اكل عيشه وفلوسه والمداخيل بتاعته في ظروف الحياه الصعبه، فبالتالي طبعا. ازاي نتفادى مثل هذه السيناريوهات فيما بعد؟ هقول لحضرتك يا استاذ امير ثلاث نقط مهمين جدا. اتفضل. احنا دايما بنحاول بقدر المستطاع نخلق اليات جديده لدعم هؤلاء اللاعبين. فبنعمل رعايات خاصه، يعني لو في بطل واعد يقدر يجيب ميداليه اولمبيه بنجيب له شركات خاصه. تمام. تعمل رعايه خاصه لهذا اللاعب بمرتبات خاصه. بالمناسبه وصلت بعض الاحيان ل 25 و 30000 جنيه في الشهر للاعيب، بخلاف مثلا في ما شاء الله. يعني من غير ما اتكلم عن اسماء اللاعبين، انما ما ينفعش بنتكلم في رعايه 5 مليون جنيه و10 مليون جنيه للاعب واحد. كويس. لكن هذا اللاعب مثلا انا عارف انه تصنيفه كذا والرانك بتاعه والرقم بتاعه كذا. مستويات اقل من كده بنقدر نصرف من ميزانيه الوزاره ان احنا ندي مرتبات شهريه. مختلفة عن حاجة تانية، ان انا عندي اقامة كاملة في المركز الاولمبي بدون ان يتحمل الاتحاد او اللاعب اي شيء مطلقا. اذا الاهتمام موجود من جميع الجوانب. في حزمة كاملة بتعملها الوزارة لدعمها ورعاية هؤلاء اللاعبين، لكن بتختلف هذه الحزمة من لاعب لسه انا واخده يا دوب من بدخله المدرسة بس عشان يبدا يتدرب ويخش معسكرات ويطلع بطل، وبالتالي يبدا ياخد المستحقات والرعاية الخاصة بالتصنيف الاول. بتاع الابطال الواعدين الاولمبيين والكلام ده كله. وده طبيعي حتى في اللوائح يعني. النقطة الثانية اللي بنحاول دايما نعملها مع اللاعبين، انه لازم احنا بنعمل الفترة اللي جاية دي، يمكن لسه ما اعلناش عنه لكن اقولها من خلال حضرتك، ودي كانت توجيهات النهاردة بالمناسبة اجتماع الصبح من وزير الشباب والرياضة مع المعنيين بقطاع الرياضة يعني. ان هيبقى في ان شاء الله مجموعة من الدورات التدريبية، وده يعني هتبقى حاجة أول مرة بتتعمل خاصة بالولاء والانتماء. هنعمل ده مع قواتنا المسلحة، بنعمل ده مع كل مؤسساتنا العسكريه. دي خطوه مهمه قوي، خطوه مهمه قوي بصراحه جدا. عايز اقول لحضرتك جابت نتائج. عملنا ده بالفعل، احنا عملنا مع منتخبات كمان جماعيه بينها الكوره بالمناسبه ومنها كره يد ومنها حاجات كتير. لكن هندخل كل اولادنا الابطال اللي في المنتخبات في حاجه اسمها دورات كده مع المختصين من، وهيساعدنا ده طبعا قواتنا المسلحه بقطاعاتها المختلفه. علشان الولد لازم يبقى عارف، ودي نقطه مهمه بقى يعني، ده الاعلام اللي وصلها للناس. طبعا. خلي بالك انت من حق جدا تاخد رعايه كامله ودعم مالي ولوجستي وفني كامل. خلي بالك هو لا مساومه على العالم باستحلال عالم مصر. طبعا احنا يعني احنا كدوله لا يجوز ان انا بساوم ان انا العب تحت عالم مصر بكام. طبعا. ولا بملايين. أكيد. ولو حضرتك ما بتاخدش ولا مليم ده مش هتفرق معانا. أكيد. لا مساومه مطلقا. طبعا طبعا. انك تلعب بعالم مصر بكام، لا دي حاجه اساسيه، ده ممنوع. طبعا. ده شرف في حد ذاته. اكيد. بالتاكيد انا وحضرتك وكلنا لما بنيجي ندخل الجيش ما بنقولش هو انا هقبض كام من الجيش. اكيد طبعا. ده عمل وطني. كون بعلم مصر بيترفع ورا حضرتك وانت بتلعب ده شرف لاي كبير. واحد كبير.
ده شرف قدام 110 مليون واحد لينا كلنا. بالاضافه ان اي حد ليه حقوق. ايوه بالظبط كده، بالاضافه ان تحت العلم ده بالظبط. دي جزئيه وطبعا كل ده امور بيتم مناقشتها يوميا. بالمناسبه احنا يوميا بيتم مناقشه الامور الخاصه باللاعبين. وزير الشباب والرياضه عايز اقول لك محدد من يوم ليومين اسبوعيا بيلتقي فيهم بجميع اللاعبين الموجودين في المركز الاولمبي. لازم كل اسبوع يكون في المركز الاولمبي يلتقي باللاعبين، يشوف ده عنده مشكله، ده مشكله زي ده، مشكله ده مستحقات. دكتور محمد، في رساله حابب توجهها لوالد اللاعب بعد تصريحاته بالامس كمتحدث رسمي باسم الوزاره؟ حقيقي يعني ان شاء الله احنا معاه وفي ظهره وهنطمن على ابننا. وانا برفض، وانا بقول لحضرتك كوزاره وكمتحدث للوزاره برفض ان نقول هروب اللاعب، لا بنقول سفر اللاعب. تمام. وان شاء الله باذن الله يعني هيفضل عندنا امل ان احمد يبقى موجود ويرجع، وانه تكون مثلا مجرد يعني حاجه كده عابره وتعدي، وان احمد يرجع يلعب تاني باسم بلده. لان هي للحقيقه يعني مش هبقى قاسي ان اقول كده، هي مصر مش محتاجه حد، هي احنا كلنا محتاجين للبلد، ومحيه مش محتاجه لحد. لكن ما فيش حاجه معينه حابب تقولها لوالد اللاعب؟ لا، احنا في ظهرك، ولو اي مساعده انت محتاج تجينا الوزاره عشان خاطر نتواصل. رغم ان الوزير تواصل بالامس، وبطمنه من خلال حضرتك ان الوزير تواصل مع السلطات التونسيه والسفير المصري في تونس، وعرفنا ان احمد يعني اتجه لفرنسا، وبنحاول نتوصل له في فرنسا. مش لا لشيء الا ان احنا نطمن عليه. بالمناسبه احنا على فكره الوزير لما بيقعد مع اللاعبين في مركز بيقول لهم انا ممكن اساعد معاكم في اي حاجه انتوا عايزينها، في تاشيرات او في امور ماليه او دعم في حاله الاحتراف لاحد الانديه وليس للاعب تحت علم دوله ثانيه. لان في مشكله في الحته دي، خلي بالك احنا في توجيهات من وزير الشباب والرياضه لكل الاتحادات المصريه من سنتين يا استاذ امير، وتم ارسال خطابات رسميه للاتحادات الدوليه ان اللعيب اللي هيطلع من مصر وكان بيلعب في منتخب مصر مش هيقدر يلعب باسم علم دوله ثانيه، وهيبقى فيه مشكلات ووقف ومشكله كبيره جدا. يعني هي كل هذه الامور انا محتاج، لو احنا هنتواصل لاحمد ان شاء الله هنطمن والده من خلال حضرتك، ولو هو هيتواصل يا ريت برضه يعني. طيب احنا تمام. دكتور محمد، احنا كان عندنا انفراد اتكلمنا فيه اول امبارح ان في شبكه في فرنسا هي اللي بتحرض اللاعبين على الهروب. تعليقكم ايه كوزاره؟ وده النهارده اكده رئيس اتحاد المصارعه مع الزميل تامر امين النهارده في قناه النهار معانا هنا في برنامجه، قال ان فعلا في حد من هناك ولاعب هارب بالتحديد في 2017 ده هو اللي بيحرض اللاعبين على الهروب. تعليقك ده مظبوط يعني. وبدون ذكر اسماء طبعا، واحنا طبعًا متوصلين لخيوط كتيره جدا في هذا الموضوع، وارسلنا بيه بالمناسبه من خلال الاتحاد المصري ومن خلال وزاره الشباب والرياضه للجهات المعنيه ان يتم التحقق من هذه الامور تماما. وذكرنا اسماء هذه الشبكه وهذا اللاعب وتلك الامور كلها في خطابات رسميه للاتحاد الدولي، وان دي امور منافيه تماما للاهداف الساميه للرياضه. كل ده ذكر في المناسبه في خطابات رسميه تم ارسالها. طيب في مافيا بالتاكيد بتحاول تحرض اللاعبين. وخلي بالك هي قطاع الرياضه او اللاعبين الرياضيين هم مش بعيد عن كل القطاعات، مهندس، محامي، رياضي، كل المافيا دي موجوده في كل الدنيا. الهجره يعني للاسف ده، لكن الرياضي المفروض انه ينقب نفسه عن ده، دي هجره غير شرعيه. لكن الرياضي المفروض انه ينقب نفسه عن حاجه زي كده، لانه مستقبل واعد. انت بتبدا مستقبل كويس جدا، احسن من فئات كتيره جدا. طيب قدامك لسه فرصه افضل بكتير، انت لسه بتبدا مستقبلك التدريبي وهتدخل منتخب مصر. يعني عايز اقول لك مثلا احنا في خلال الشهرين ثلاثه احمد اللي فاتوا دول، احمد مسافر ثلاث اربع دول مشارك في بطولات، ولسه كان هيسافر الفتره الجايه، هيسافر الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعده، وبنحاول نعد انه يدخل باريس ان شاء الله. يعني احنا بنتكلم يعني ان شاء الله الدنيا تبقى افضل، ونطمن على احمد الفتره اللي جايه. اوكي، هل في خطوات معينه احترازيه عشان يتم تفادي مثل هذه السيناريوهات فيما بعد من قبل الوزاره، مثلا مع اولياء الامور زي اقرارات او حاجه زي كده، ولا لسه ما فيش؟ حصل بنمضي اولياء الامور على، بس يعني كل اولياء الامور خاصه الاولاد المنتمين للمشروع القومي وكذلك خاصه بالاتحادات بيمضوا على اقرارات بعدم الهروب والكلام ده. تمام. موضوع جوازات السفر والاستحواذ عليها، لكن احنا حريصين ان يبقى في دافع جوه الولد نفسه يا استاذ امير ان هو ما يعملش كده جوه اللاعب نفسه، لكن كاجراءات اداريه بيتم اتخاذها بالمناسبه. وفي اقرارات كتيره جدا لدى الوزاره على اللاعبين كلهم وعلى اولياء الامور طبعا. طيب ان مفيش هروب، ان مفيش كذا. في حاجه مهمه بقى، هو تصرف رئيس اتحاد المصارعه ان هو ادى اللاعب الباسبور بسهوله. هل في اجراء من الوزاره تجاه رئيس اتحاد المصارعه، ولا الموضوع شايفينه عادي؟ مبدئيا احنا لسه يعني ما توصلناش لتحقيقات نهائيه، ولكن ده بشكل مبدئي هو اعطى للولد جواز السفر احمد ان هو عايز يغير عمله او كذا، وده بالتاكيد خطا اداري منافي للتعليمات الخاصه بالبعثات الرياضيه، ان خاصه في المرحله دي لا بيتم التحفظ على جوازات السفر لحين الانتهاء وتسليمها هنا لما بيرجع مصر ان شاء الله. طيب ده بخصوص ملف المصارعه، بس ما ينفعش تكون معايا وهسالك سؤال وزي ما انت حابب ترد اوكي، مش حابب دي حريه شخصيه، مفيش مشكله خالص. فيما يتعلق بنادي الزمالك، هل في اي تطورات جديده بخصوص ملف إدارة نادي الزمالك ولا لسه؟
لا هو الوضع بالنسبه لنا يعني خلينا اوضح لك ولك بكل صراحه يعني. الوضع بالنسبه لنا كجهه اداريه وزاره عشان الناس تبقى فاهمه يعني. تمام. احنا كان في حكم صدر من مجلس الدوله تجاه رئيس نادي الزمالك. اكيد. هذا الحكم بيقضي نصا يعني كده ان رئيس نادي الزمالك لا يكون موجود خلال الفتره اللي جايه خلال حين اقرب جمعيه عموميه تنفيذا للائحه وماده 41 وكذا. تمام. ده الحكم اللي صدر ونص الحكم. اوكي. احنا بالنسبه لنا كوزاره الشباب والرياضه بالخطاب اللي ورد لينا وكذا جالنا خلاص ان رئيس نادي الزمالك مش موجود. اكيد. جالكم من نادي الزمالك؟ ايه؟ جالكم من نادي الزمالك ان هم خلاص؟ نادي الزمالك مظبوط. يعني نادي الزمالك بعت خطاب رسمي للوزاره بيؤكد على ان هم نفذوا الحكم. بالظبط نص كده بالمناسبه. دي جزئيه مهمه احنا اتكلمنا عنها وبعد كده طلع تم نفيها من قبل نادي الزمالك. يا جماعه احنا اتكلمنا عنها من كام يوم الاسبوع اللي فات ونادي الزمالك طلع نفيها لكن اهو الدكتور محمد الشاذلي بيؤكد هذا الكلام. اتفضل. هو في جواب جه بتنفيذ الحكم وان وحتى الفكره كلها ان الناس لما اتكلمت على فكره ان جواب جه من نادي الزمالك الناس تحدثت عن امور ثانيه اكتر. احنا كجهه اداريه مش احنا معنيين بتنفيذ الحكم القضائي بس. تمام. دي القصه بالنسبه لنا ان رئيس نادي الزمالك مش هيكون موجود الفتره اللي جايه لحين انعقاد الجمعيه العموميه. فالناس اتكلمت عن تعيين القائم بالاعمال ونادي الزمالك. أيوة. هيبقى ازاي ماشي ده موضوع تاني. ده موضوع تاني يعني ده قصه ثانيه خالص. هنا تنفيذ الحكم تم كميز. خلاص بالنسبه لنا. تمام. دي جزئيه مهمه. يا دكتور محمد انا بشكرك شكرا جزيلا على سعه صدرك وهذه المداخله القيمه المليئه بالمعلومات والعناوين الهامه جدا سواء بملف المصارعه